اتفضل عرف نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. الاسم عماد رجب من القاهرة. طبعا الحاجات دي ان شاء الله بإذن الله بنقول دي انتصارات رمضان. احنا عرفنا العدو الخارجي، يا ريت العدو الداخلي، يا ريت احنا عرفناهم دلوقتي. بنقول لكل القوى السياسية يا ريت نحاول نتحد عشان نقف قوة قدام كل الأعداء الخارجيين. بقول للإخوة السلفيين والإخوة الإخوان المسلمين، بالله عليكم مصر لا هي وليمة ولا هي نهيبة. بنقول نتحد من أجل مصر، قلناها دايما مجمعانا على كرهك يا إسرائيل. بالنسبة لكل الأحزاب والائتلافات والحركات، مصر وكل المصريين، يا ريت بالله عليكم اتحدوا من أجل مصر ولمصر. مصر لا هي تركة ولا هي غنيمة بنحاول نوزعها على بعض. القوى الصامتة بدأت في التحرك والزحف إلى الشوارع وإلى الميادين، ولكن قدامكم كتلة لا يمكن اختراقها، وهي المستقلة الذي هي حريصة على مصلحة البلد ومصر والمصريين. ما تخلوناش او ما اضطروناش نفعل قانون الغدر. يا ريت نتوحد على كلمة مصر. مصر اعظم منها تتشبه بطرطاية او غنيمة للاخوان السلفيين. بقول للاخوة السلفيين، لما نزلتوا وقلتوا احنا القوة، انتوا فعلا قوة لا تستهان، ولكن قدامكم قوة لو تحركت لا يمكن التصدي لها، وهي المستقلين في حب مصر. بالنسبة للإخوان، كان نزولكم نزول مبارك. انتوا نزلتوا وقلتوا لا للطغيان في وشه وفتحت لكم المعتقلات. خرجنا يوم 25 نقول للظلم لا، وكيتوا كملتوا المشوار معانا. يا ريت نكمل المشوار علشان مصر مستهدفة خارجيا، اما لو داخليا فالمستقلين لها وانا اولهم. عماد رجب، لسان حضرتك طيب.